منذ بدء سريان الحظر الصحي وتعطيل المؤسسات الحكومية، سجلت محافظة ذي قار أكثر من 500 إصابة جديدة بكوفيد-19 بين صفوف مواطنيها. يأتي ذلك بعد أيام من تحذير وزارة الصحة حول دخول الموجة الثالثة من الوباء للعراق. مع دخول العراق إلى الموجة الثالثة بإصابة كورونا، هناك ارتفاع واضح في عدد الإصابات اللي سجلتها محافظة ذي قار. اليوم سجلنا يعني 562 إصابة، ليلة أمس كان 454، عدد الوفيات بالمناسبة هو يعني تقريبا 3 وفيات اليوم، وأيضا البارحة كانت 3 وفيات. الحقيقة سبب الوفاة هو أن معظم المرضى يصلون إلى المستشفى عندما تشتد المرض، يعني في الحالات الخطرة يعني يكون المرض متقدم جدا. ومع تحذيرات وزارة الصحة، فما زالت الأسواق تعج بالمتبضعين بعيدا عن الوقاية والحظر. بالمقابل تعول السلطات الحكومية والأمنية على جهود المنظمات والوجهاء بتقييد حركة الناس لتلافي تضاعف الأصابات وانهيار المؤسسات الصحية. للأسف الشديد شهدت محافظة ذي قار والعراق عموما ارتفاع وتيرة الإصابات بكوفيد-19، مشيرة إلى بوادر موجة وبائية قد تكون هي الأقسى والأشد بسبب دخول المتحورة الهندية. تأتي هنالك عدة أسباب لهذه الموجة، على رأس عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعودة المناسبات المختلفة كالأعراس والفواتح والتجمعات الأخرى. نتمنى من المواطنين ونرجوهم الالتزام بالتباعد الاجتماعي. طبعا هذا الحظر هو أكيد يؤثر على بعض الطبقات التي تقتات على القوت اليومي، ولكن إن شاء الله نحن وفرنا فرصة وعطيناهم حافز بأن يكون حظر التجوال يستطيع الشخص الذي يمارس عمله اليومي من ممارسة أعماله. لقناة التغيير إيهاب الخفاجي، الناصرية.